بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الزوجة الثامنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من اختارها رب العزة ليكرمها في الدنيا والآخرة، هي السيدة جويرية بنت الحارث، من أصول يهودية من بني المصطلق. فلما حصلت غزوة على بني المصطلق، أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 عائلة من المريسيع، وكانت من الجواري السيدة جويرية. أسرها ثابت بن قيس، فقالت له: أتكاتبني؟ يعني الحين أنا جارية، ولكن لا تمسني فسأعطيك 100 أوقية من الذهب، ولكنها لا تملك هذا المال. فذهبت إلى رسول الله ونطقت الشهادة وقالت له: يا رسول الله، لا أملك هذا المال لأعطي ثابت بن قيس. فقال لها: سأدفع لثابت وتكونين زوجة لي. كيف؟ هكذا كان الله يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم سبحانه الجليل بكل علم لديه أنها ستكون زوجة لرسول الله لأسباب سياسية واجتماعية. فأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من جويرية جميع الأسرى. والدها كان سامع أنها تفتدي روحها 100 أوقية، فجاء إلى المدينة 98 جمل، وخبأ 2 من الجمال في مكان لا يعلمه إلا الله، وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعلم ما حدث بينها وبين رسول الله من اتفاق على الزواج. فقال: أفتدي ابنتي 98 ناقة. فقال له: والناقتين أين خبأتهما؟ فقال: من أنبأك هذا؟ قال: أنبأني العليم الخبير، وشهد أن لا إله إلا الله وأن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله. توفت وعمرها 65 عاما، فحاباها الله بأن تكون زوجة سيد الخلق محمد في الدنيا والآخرة، رضي الله عنها وأرضاها. وانتظرونا مع الزوجة التاسعة من زوجات سيد الخلق أجمعين عليها وعليه الصلاة والسلام.